الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك بك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركاء يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي
الحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صدق الله العظيم.